بنعود لحضراتكم مرة أخرى. المزاج العام للمصريين في بداية عام جديد، العلماء والدكاترة والمتخصصين إزاي يساعدونا في فكرة راحة المزاج العام؟ إزاي نقدر نفصل؟ إزاي نقدر نحاول نفكر في أمورنا بشكل أكثر هدوءاً، لا سيما وإنه الأحداث الجارية لن تتغير؟ فأكيد في طريقة، أكيد في علم. لذلك قررنا النهاردة نستضيف مجموعة من العلماء اللي يقدروا يساعدونا بفكرهم عشان نهدي أنفسنا، نخلي التفكير في نوع من أنواع الهدوء والسلام النفسي. برحب بضيوفي الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ علم النفس. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ طب النفسي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الأستاذة الدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس. أهلا وسهلا بحضرتك. على فكرة طب نفسي إحنا الاثنين. طيب تمام. طب نفسي. طب النفس. يبقى دكتور محمد، معرفش الموضوع اللي أنا اخترته النهاردة ده مهم ولا لأ، بس أنا لاحظت إنه حتى السنين بتتكرر والأحداث بتتكرر والأحداث الساخنة داخليا وخارجيا لا تنتهي، والعمر هو اللي بيتقدم. إزاي نعمل روشتة بسيطة وسهلة يقدر المواطن مهما اختلف ثقافته إنه يفصل ما بين الهموم الشديدة دي كلها وبين مزاجه النفسي؟ نعمل إيه؟ هو في نوعين من الفصل، في الفصل بالإنكار والتفادي، إنه أنا هبطل أتابع الأخبار واليوتيوب وبطل أتابع أخبار غزة وأخبار السودان وأخبار ليبيا والأخبار العراق والأخبار اللي كلها بتوحي بأنه حوالينا حلقة من النار مشتعلة في كذا بلد حوالينا، وده بيعمل حالة من القلق الحقيقي، يعني أنه هل ممكن تمتد هذه النيران، أو بالتأكيد بتأثر علينا، فأنت حاسس أنك أنت محاط بحلقة من الاضطرابات، فدي بتقلق. كمان الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية بتقلق ناس كتير، وعندهم خوف يا ترى بكرة الأسعار هتبقى إيه، والأسبوع الجاي هتبقى إيه، والحاجات دي كلها. وغير كده بقى الهموم الشخصية بتاعت الناس. ففي زي ما بقول لحضرتك كده الراحة أو الهدوء السلبي، انه انا هعمل انه اني مش شايف، فاجنور بقى الحاجات دي كلها، مش هفكر فيها، والتفادي مش هفكر فيها، واحط راسي في الرمل وارتاح وانام. في حل تاني ناس بيعملوه، ان هو يلجأ للتقوقع على نفسه، يعمل حل فردي. انا ماليش دعوه باللي بيحصل لا في البلد ولا بره البلد، انا هظبط اموري وحياتي ودخلي واولادي واحفادي، وماليش دعوه بقى تروح تيجي، ماليش دعوه. ده حل اناني جدا وحل فردي وتقوقعي. وفي ناس على فكره دخلوا في السكة دي كتير، قال لك أنا ما عادش ليا دعوة بالشأن العام خالص، أنا ليا دعوة ببيتي وولادي، وبيشتغل بقى بشكل انتهازي أناني منعزل تماما. الحل بقى الثالث أو الاتجاه الثالث، اللي هو إنك تبقى في هدوء إيجابي. هدوء إيجابي بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أنت حاسس وشايف وعارف وبتتابع وكل حاجة، بس بتشارك. ولقوا حاجة مهمة جدا، انه لما بيكون في اي ازمة او اي كارثة، الناس اللي بيشاركوا في الحل والخروج من الازمة وبيعملوا فعل ايجابي اقل تعرضا للاضطرابات النفسية وكرب ما بعد الصدمة وكرب الحد للصدمة والاكتئاب والقلق اللي بيحصل من الصدمة، اقل تعرضا اللي بيعملوا حاجة. اشارك يعني ايه؟ أشارك يعني إيه؟ في كل حاجة هتلاقي إن فيه مساحة لحركة كل إنسان، يعني كل شخص له مساحة، في واحد مساحته هتبقى قد كده، واحد مساحته هتبقى قد كده، واحد مساحته هتبقى قد كده، فكل واحد بيشارك في المساحة المتاحة والمجال المتاح ليه. لكن لا يكون سلبيا. لا يكون سلبيا، لو انت قعدت تتفرج رايه في وسائل التواصل الاجتماعي، يتناقش مع الناس في الحاجات، لكن ما تأثرش عليه، يتطوع متفاعل إيجابي. يتفاعل بشكل إيجابي، ده هيبقى مدرك وشايف، لكنه مشاركته بتحسسه ان هو فاعل. لانه في بعض الناس برضو دلوقتي واخدين موقف اللي هو ايه، كانه راكب في طياره، وانه هو مش مسؤول عن حاجه، هو منتظر ان قائد الطياره هيوديه الوجهه اللي هو محتاج يروحها، وان هو رابط الحزام وقاعد ومستني بقى المضيفه تيجي تحط له الاكل وتشيل الاكل، وطول الوقت منتظر التيار هيوديه ويوصل امتى. فده نوع من السلبيه برضو، في ناس
في المجتمع المصري عايشه بيه، منتظره في معجزه هتيجي من شخص ما او من مؤسسه ما او من جهه ما. فبرضو هذا الموقف السلبي المنتظر الاعتمادي ده برضو بيبقى معرض لمشاكل نفسيه كتير. دكتور عزه، برضو هاخد من كلام دكتور محمد، طيب انا عندي مشاكلي الخاصه وفي ناس كتيره فعلا مستنيه انه اكيد هيحصل حاجه غير معطيات الواقع، غير ان افكر في حل مشاكلي هتيجي حاجه الهيه كده هتحل لي مشاكلي، الناس دي نقول لها ايه؟ بص حضرتك، طول ما انا انسان عايش في الدنيا ببقى عارف ان في كرب وفي حزن وفي فرح وفي مشكلات وفي حلول للمشكلات، مفيش مشكله ملهاش حل. لو انا عندي مشكله خاصه انا بحاول افكر فيها مره واثنين وثلاثه، بستشير من هو اهل ثقه، سواء رجل دين، سواء اخصائي نفسي، طبيب نفسي، في مستشار دلوقتي للاسره او طب اسره، يعني في بدائل كتير جدا انا بلجأ، يعني بلجأ بروح بقى لرجل الكنيسه، يعني كل واحد حسب دينه، بقرا فيها، ببحث عنها، دي المشكلات الشخصيه بتاعتي، بدور على بدائل، بحسن من مهاراتي، انا عندي مهارات ايه عشان ازود دخلي، انا عايز ايه عشان اترقى في شغلي، يعني في بدائل وحلول للمشكلات. طيب لو مشكله عامه مش في ايدي، انا زي ما الدكتور محمد قال انا لازم اكون انسان فاعل، يعني انا مثلا عندي مشكله غزه، لو انا نزلت وتبرعت لو ببطانيه لو باي، عارف 100 جنيه 50 جنيه، انا بحس ساعتها ان انا شاركت وان انا ممكن احل ازمه انسان، وان ربنا هيفرجها عليا زي ما فرجت على الانسان. ساعتها لما بكون انا انسان فاعل ومشارك، انا ساعتها هنا بحس مفهوم ذاتي جوايا بيعلى، وصورتي قدام نفسي بتبقى سليمه وكويسه، وانا بكلم ولادي باسلوب ايجابي ان الحروب موجوده طول الوقت، وان كل حرب احنا مش هنحارب على طول. طب انا ازاي اجيب نفسيه اني عندي مشاكل في الشغل كتيره وشايف الاوضاع شكلها عامل ازاي، وعندي ازمه اقتصاديه على مستوى الاسره وعلى مستوى الدوله وعلى مستوى الاقليم، ازاي افصل ما بين ده وبين المزاج العام داخل الاسره؟ المزاج العام داخل الاسره طول ما انت بتديني افكار سلبيه كانت كولي امر او الام او الاب، هو الولاد هيتشربوا منك الافكار دي، الافكار دي معديه، فانت لازم يبقى عندك يعني اتجاه ايجابي، مش طول الوقت الاسعار غاليه مش عارفين نعيش، في حرب حوالينا ربنا يستر ما نحاربش طول الوقت كده. اولا انت بتخلي الولاد ممكن تجي لهم هلاوس، ممكن يناموا يحلموا باحلام مزعجه، يعني انا عندي حد قال لي كده، قلت له لا يعني حاول تقرا قران قبل ما تنام، بطل تقول لاولادك الكلام ده، بطل على طول تديهم على طول احساس سلبي بان الحياه ضلمه، الحياه مش للدرجات دي ضلمه، يعني حتى لو السلعه غاليه او الكلام ده، يعني انا ممكن استغنى عن بعض السلع يعني واعمل في بديل، ممكن افكر ان انا ازود دخلي، يعني ممكن واكلم ولادي كلام ايجابي، مش طول الوقت انا عماله اديهم جرعه زايده في ان الحياه ضلمه، الحياه مش ضلمه مش للدرجات دي، في بدائل وفي حاجات كتير حلوه في الدنيا، يعني اعيش الحياه، ممكن فسحه بسيطه جدا ترفع عني، سفريه بسيطه يعني اروح لغايه مثلا سي العين السخنة، أبص على البحر، أفطر، أجيب أكلي معايا وأرجع، دي هتجدد، يعني أكتر الأطباء النفسيين يقولوا أكتر مني الكلام ده، لكن هو حضرتك علم النفس الإيجابي علمنا إن إحنا نكون إيجابيين وما نركزش على على البني آدم، لكن نركز على السلوك، يعني يقول لو كان ده اتعمل بطريقة أفضل كان يبقى أحسن. طيب يعني مثلا إزازة الزيت غالية، فأنا ممكن أجيب زيت درجة أقل شوية، أجيب على قدي، يعني التفكير العملي الواقعي في حل المشكله الواقعي. وبعدين كل ازمه، كل ازمه اكيد في اخر النفق في نور، يعني احنا مش هنفضل كده، عدى علينا كتير قوي سنين عجاف، عدى علينا حروب، عدى علينا ناس كانت، فاحنا امتى كنا بناكل مستورد وبنشرب مستورد؟ مش طول عمرنا في الستينات والسبعينات ما عندناش؟ لما حصل الانفتاح حصلت الحاجات المستورده فابتدينا نعرفها وابتديت حاجات غاليه، كان اللي بيجي من السعوديه يقول لك معايا بطانيه ومعايا مروحه، حضرتك فاكر الايام دي؟ انما دلوقتي الناس كلها تقول لك انا عايز اشتري مش عارفه منين وعايز اعمل ايه وعايز، سقف الطموح عالي قوي 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 قوي، وبقى عالي على الاباء والولاد بيضغطوا على على الاباء. صحيح. فاحنا عايزين برضو نعلم ولادنا ان وقت الازمه احنا نتراجع شويه. يعني ايه نتراجع؟ يعني نخفف مطالبنا شويه. دلوقتي بقى الاب والام، انا دايما بقول كده في كل احاديثي، مجرد حصاله اي تي ام، لا اقعد اتكلم مع اولادك، فضفض، اتكلم، اتكلم معاهم، اسالهم عن مشاكلهم، عشان لا حد يدمن ولا حد يروح للتطرف. طب دكتور جمال، دكتوره عزه بتتكلم عن كيف يتعامل رب الاسره اللي هو شايل الهموم دي كلها
مع الأسرة على أساس أنه يديهم طاقة إيجابية. مين بقى يديله الطاقة الإيجابية؟ يعني هو إزاي يعالج نفسه من أنه هو يفصل ما بين الأمرين؟ بص يا فندم، طبعا كلام الأستاذ دكتور محمد بن مهدي والأستاذ الدكتور عزة كلام رائع، بس هي قصة شخصية. إحنا كلنا بنتكلم كلام عام، ولكن لما نيجي نفتت كل شخصية، ردود الافعال اللي قالها دكتور محمد بيه كل نمط شخصيه هيختلف رد الفعل من شخصيه لاخرى. يعني الشخصيه الاخيره، الشخصيه الوسواسيه او النمطيه او العصبيه التقليديه دي، هتعيش في كرب وشايله الهم مهما انت، حتى لو الاقتصاد اتحسن مليون مره هو دايما شايل الهم ومتوقع الأسوأ مهما كانت الامور حسنه. في شخصيات ناضجه، يعني دايما في عندنا في راجل اسمه راوتر قال لك الناس نوعين، في اكسترنال لوكس وانترنال لوكس. الانترنال لوكس ده هو شايف ان هو عمل كل حاجه وانا مش علي، مش هقدر اعمل حاجه تاني، وانا عملت افضل ما عندي، بس انا بحاول اصلح، احاول اصلح ايه الخطا اللي عندي. زي ما الدكتور عزه قالت لك، طب ما انا ابدا صح، ادور ازود شغل، ادور ان انا اجيب بديل ارخص. شخصيه ناضجه، شخصية الانترنال لوكس ده الشخص الناضج في وسطينا بيحاول يدور ازاي يحسن من دخله، ازاي يحسن من ظروفه، وباقل الامكانيات احسن الظروف المحيطه. ان انا اقعد اسمع اللي بيحصل في غزه، ماشي اسمع، اقدر اشارك بصوره ايجابيه بالفعل او بالقول، ماشي، اطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا على السوشيال ميديا او في الكلام مع الاخرين بصوره ان انا ابني مش ان انا هد. ودي النقطه المهمه، الوعي. احنا في نقطة بننساها دايما، وعي الناس. الناس لما بتفهم بتاعي، لما الدكتور عزة ياخد من كلام الدكتور عزة، الستينات والسبعينات اللي هو جيلنا احنا، كان حرب استنزاف والنكسة و73، كانت الظروف الاقتصادية أسوأ من حاليا عشرات المرات حقيقة. ولم يكن هناك شكوى. ليه؟ كان في وعي لأن في هدف أسمى، احنا في حرب وكلنا في الحرب دي، فكلنا فاهمين اللي بيحصل. لكن أحيانا أنت مش فاهم المشكلة ليه. قد تكون المشكلة في بعض، أنت راجل إعلام ممكن تكون عارفها، لكن في بعض الراجل اللي في الشارع مش عارف ليه، عايزين حد يوضح لنا هو احنا ليه بنحصل ده معنا كده، ده بيريحنا. الناس اللي كسرنا لوكاس بقى الناس الغير ناضجه، هتقعد ترمي العيوب، الدوله بترفع الاسعار، الغلاء، الدولار، هنقعد نشتكي نشتكي ومش هنصلح مهما كان ظروفنا، ان هو شايف نفسه عامل اللي عليه. يقول لك ما انا عملت عليا، ما نزلت الشغل ورجعت الساعه 2 وعملت وركبت مواصلات وزحمه وي، طب لكن ما حلتش، انت رميت كل حاجه ان الظروف الخارجيه هي السبب وانت عملت اللي عليك. لا، انت ما عملتش اللي عليك. اعمل اللي عليك بالعمل، اعمل اللي عليك بتغيير نمطيه الحياه، الصوره بتاعتي. انا عارف ان الشخصيات مش بتتغير، ولكن انا لما الاقي نفسي في ضغوط حياتيه لازم هنا اطلع اللا نمطيه في العمل. لو انا قعدت ادور على حلول نمطيه للاصلاح مش هلقى الحلول، لان الحلول النمطيه 1+1=2، انا عايز 1+1=4 أو 5، يبقى ده اطلع بحل غير نمطي غير تقليدي هيوصلني اللي انا عايزه. ما اعتمدش على المصادر الرئيسيه بتاعت الدخل بتاعتي كاسره، ادور على مصادر اخرى قد تكون واضحه للبعض غيري، ولكن مجرد ما اشوفها مجرد ما اشوفها واستشعرها دي ممكن تفتح عليا مجالات خير. تمام. طب دكتور محمد، في ناس عندها النفس اللوامه اللي هو انا ليه عملت كده، يا ريتني ما عملت كده، انا ازاي اتخلص من الحكايه دي؟ هو الناس برضو بيتقسموا لنوعين في مواجهه الازمات والمشاكل والكوارث، في حمال هموم وفي حلال مشاكل. حمال هموم ده اللي يقعد بقى يلوم نفسه او يلوم حد تاني، اسمه حمال هموم، يلوم الحكومه، يلوم الدوله، يلوم اخواته، يلوم مراته، يلوم اي حد، يلوم نفسه. ده حمال هموم هيلوم ويغرق في المشاعر في مواجهه الازمه. في حد اول ما تواجهه ازمه يفكر هحل ازاي، هحل ازاي، خلاص الازمه جت نقطه واور السطر، احل ازاي، ده ايجابي بقى، ده ايجابي. وبيبقى كل التوجه دايما بتاعه كده. التاني بيقول مفيش فايده، اللي هو حمال الهموم بيقول مفيش فايده. الشخص بقى الايجابي ده بيقول كل عقده ولها حلال، وربنا اللي هو حلال، ده متفائل بقى، متفائل. وبيقول بقى ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، وانه مفيش ازمه هتفضل طول العمر. فده بيبدا يشوف المخرج ايه. بس هنا في نقطه مهمه جدا عايز اشير اليها، ان احنا بنتكلم برضو على المستوى الفردي ونتكلم على المستوى الجماعي. على المستوى الفردي، ان الشخص زي ما الدكتور جمال نوه قال ان في الناس عندهم برضو توجهين، في حد اسمه عنده وجهه الضبط الداخليه، وحد عنده وجهه الضبط الخارجيه. بتاع وجهه الضبط الداخليه ده بيقول انا مسؤول، انا مسؤول عن اللي بيحصل،
ومسؤول عن تغييره للاحسن. بتاع وجهه الضبط الخارجيه بيقول لك لا ده الحظ، ده الصدفه، ده الواسطه، ده الرشوه، ده فلان، ده علان، دايما شايف امور سلبيه او اسباب كل سلبيه، كل الاسباب خارجه عن حدود ذاته، وبالتالي كل الحلول خارجه ايضا عن حدود ذاته، والمفروض انها تيجي من بره. هي يعني الحقيقه دايما ان انت اللي بتحل مشاكلك، محدش بيحلها لك. بالظبط. طول ما انت قاعد تستنى ان في حد هيحل لك مشاكل مهما كان هذا الحد، صحيح، دوله، مؤسسه، بحد في منصب، اسره، اي حاجه، اسره، اي حاجه، لا يعني طول ما انت ما اتحركتش تعمل حاجه، ثق تماما ان حالك هيفضل زي ما هو. طيب. بس احنا بقى بنقول ايه؟ انه كمان المؤسسات والمؤسسات الاعلاميه والمؤسسات الحكوميه والحاجات دي كلها تشرك الناس وتحسسهم ان هم مسؤولين، ما هماش ركاب طياره، يعني انت مش ركاب طياره وقاعد راكب حزام جزء مشارك مستني قائد الطياره هيوصلك. لا، انت هتشارك وتفتح له مسارات للمشاركه وانت جزء من الحل. اوعى تنتظر الحل من حد بعينه وقاعد موجه عينيك عليه طول الوقت ومنتظر انه في ايده حل سحري وهيحل لك المشاكل. صح. دي يعني لازم يبقى توجيه وعي الناس واشراكهم في حل اي مشكله اقتصاديه بقى، سياسيه، عسكريه. صحيح. اشراك الناس في حل المشاكل. طب دكتور عزه، هدخل فكره الراجل والست او الزوج والزوجه. الزوجة بتقول لك والله يعني انت راجع مكشر، انت شايل المشاكل في بتاعت الشغل، انت جاي البيت المفروض تفصل. هو بيبص على بعض الحوارات بتاعتها بيلاقيها حوارات، ده انا دماغي مشغولة بحاجات اكبر من كده ومواضيع اكبر من كده، لا انت ما انتش مقدر اللحظة دي. الحوار ده دائما كده في كل البيوت. ازاي يقدر الطرفين يوصلوا لانه احترام الواقع الخارجي اللي هو صعب جدا بالنسبه لرجل الاسره، وبنفس الوقت عدم الرتابه والضيق اللي يبقى مستمر داخل الاسره، ازاي نحقق الموازنه بين الاثنين؟ اولا هتكلم مش بطريقه شفونيه ولا حاجه، بس ماشي. المراه المصريه تحملت العبء الاقتصادي طول السنوات العكاف، فالمراه المصريه بطل والمرأة المصرية تاج الراس. الاثنين بقى عشان نبقى ماشيين. اوكي. بس المرأة المصرية يعني، وكان ليها طبعا اليد والابر هاند انها بتنزل جوزها واولادها للانتخابات والاستحقاقات، يعني المرأة المصرية بتقوم بدورها. ولكن في فروق فردية اتعلمنا كده، ان في ست يعني عايزة ترمي الهموم اول ما هو يدخل من الشغل على طول، يعني مش بتديله فرصة يرتاح. فحتى في الإعرابية اللي خدناها زمان في اللغة العربية، يعني إن جوزك ما تغضبهوش لما تصحي من النوم غصب عنه وأكليه يعني دي أبسط الأشياء، يعني استني لما يهدى، لما يأكل، لما يرتاح، تقعدوا تتفرجوا كده على فيلم كويس ولا حاجة، واتكلمي معاه ببساطة شديدة وبلغة كده لذيذة، يعني مش هقولك مثلي ولا حاجة، وحتى التمثيل في الحياة الزوجية والكذب حتى في الحياة الزوجية مش يعني الواحد برضو ممكن يقول أنا تخنت، تقول لا بالعكس أنت جسمك كويس، يعني المجاملة كويسة. ما هي كده عمرها ما هتخس. اتكلمي معاه. على فكرة الإنسان بيقدر يضبط ذاته، هي بتبقى عارفة إن هي تخينة بس هي عايزة تسمع كلمة حلوة. الكلمة الحلوة دي مفتاح سحري جدا للحياة، فهي تختار الوقت المناسب انها تتكلم معاه. وهو كمان ما يهاجمهاش. يعني هي برضو من حقها تلاقي شريك، ما هو الزواج شركة ومشاركة. انه يسمعها، عندها مشكلات مع اولادها، عندها مشكلات في المدرسة، عايز استدعاء ولي أمر مثلا، عايزة تزود المصروف، ما هي لازم تقول، ولكن هي لازم تحس بيه. فالزواج ده مشاركة. عشان كده أنا من ضمن الناس اللي شاركوا في مشروع مودة، إن إحنا لازم ندرب الناس ما قبل الزواج على أن الزواج هي عبارة عن مشاركة وتعاون. تمام. وإخاء، يعني ناخد وندي مع بعض. صحيح. طب بس أنا عايزة حاجة بس. تفضل. عايزة بس الساسة، أنا بأطاله كمواطنة صالحة، يعني يعرضوا على الناس المشاكل. طبعا الحوار الوطني دي حاجه تانية وانا شخصيا اشتركت فيه، بس يعني يعرضوا المشاكل على الناس ويقولوا لهم اسباب ايه اللي هيحصل، يعني هغلي الاسعار ليه، ملاش الناس تضرب اخماس في ازليس. الوعي والوعي بيتكون من ثلاث حاجات: المعرفه والوجدان والسلوك. لو انت اديتني معلومه صحيحه زي اللي حضرتك قلته النهارده في اول البرنامج بتاعك، الوجدان بتاعي هتحرك، هبقى انا مواطن فاعل ومواطن عندي انتماء وولاء. فانا هشارك الدوله وهشيل العبء معاها، لكن انا افاجئ بحاجات انا كده بزعل. الوعي، انا متفق مع سيادتك تمام. دكتور جمال، في طرف اخر في الاسره، لو قلنا في زوج وزوجه ورجل وسيده، في بقى الابناء اللي هم مش بالضروره يكون حجم الادراك عندهم زي حجم الادراك
عند رب الأسرة اللي محمل بكل هذه الهموم؟ كيف يكون الحوار بين رب الأسرة وبين الأبناء؟ بص يا فندم، الأساس في كل شيء دكتور محمد بيه يمكن عامل كتابه عن الاضطرابات الجنسية، هتلاقي كل المشاكل مع الأب ولا علاقة الأب بالأولاد، كل المشاكل، كل المشاكل الجنسية. لا الأم، الدكتور محمد بقى صاحب الكتاب يعني إن أنا قال الكتاب بتاع الدكتور محمد، تلاقي كل المشاكل بتتلخص في علاقة الأب مع أولاده. دي جديدة دي يا دكتور محمد. فالدكتور محمد كاتب في صفحة كده بيقول لك إن الطفل من السنة الثانية، النص الثاني من السنة الثانية بيبدأ يتعرف على الأب، فالأب هو الثقة، هو المثل الأعلى، هو القوة، هو الأمان، هو المادة. لما الولد بيفتقد العلاقة دي بتلاقيه بيفتقد كل القيم الأخلاقية. لو الأب عنيف الولد بيصطدم معاه فبيروح للإلحاد الديني وللشذوذ، لو الأب ضعيف معاهم الولد بيروح للمخدرات. فدائما علاقة الأب العلاقة الإيجابية مع الأولاد، حتى الولاد النهاردة مع السوشيال ميديا بيبتدوا يتابعوا. النهاردة الأطفال الصغيرين عارفين إيه اللي بيحصل في غزة، وعارفين اللي بيحصل في الاقتصاد، وعارفين الأسعار. أطفال صغيرين 12 سنة و10 سنين و9 سنين وبيجي يكلموك، والأسعار غليت ليه، والأسعار نزلت ليه، واللي بيحصل، وباب المندب اتقفل، والبحر الاحمر. يعني النهارده السوشيال ميديا خلت الناس. طب انا اكلم ولادي ازاي لو ان هم بداوا سن الادراك الوعي؟ بص يا فندم، كل ما الناس تفهم بترتاح. انا افهم القصه وفاهم ولادي، يعني اقول له مثلا خلي بالك انا داخلي دلوقتي، احنا دلوقتي ادي الظروف الحياتيه بتاعتنا، احنا داخلنا سين، اواجهه بصراحه. لا بص يا فندم، احنا مش بنكئبه، انت بنبني شخصيه، ابن واحد يعتمد على نفسه يبقى فاهم القصه. ده من سن كام بقى ابتدي اتكلم؟ مفروض من سن من 8 سنين يبتدي يعي ماذا يقال. على 12 سنه لا انا بفهمه كل حاجه. النهارده انا لما اجي اقول له النهارده انا اسف احنا مقاطعه مثلا لمحلات ليه؟ لو انت النهارده انت متعود ان انا بجيب لك كذا، ممكن اجيب حاجه اقل جوده شويه او اقل سعر، وممكن تكون نفس الجوده بس مش نفس البراند ده، اجيب حاجه اقل على اساس ان الدخل بتاعي كله مش هيتأثر، وانا هحاول بقدر الامكان ان انا اعوض واجيب لك اللي انت عايزه برضه، بس ممكن في ظروف وقت تاني. فهنا المشاركه، الوعي والمشاركه بتريح كتير. ولكن عمليه الاجبار هي كده، ما هي كده بتلقى تصادميه من الاولاد. اذا يعني ضيوفي استقروا على فكره هي كده، دي لا تنفع من الحكومات ولا تنفع من رب الاسره للاسره. يعني بعد الفاصل لازم اسال الدكتور محمد، يعني اشمعنا الاب؟ يعني اشمعنا الاب اللي عليه الدور الكبير في رؤيه او في تكوين عقيده الاطفال او فكر الاطفال؟ ما الام ايضا عليها دور كبير جدا. يعني انا شخصيا اعتبر ان الام مسؤوله اكتر، لانها اللي بتقعد فتره طويله في مرحله التنشئه وتبقى اقرب للطفل. هنفهم اكتر من ضيوفي ومن الدكتور محمد بعد فاصل قصير، خليكم معنا. طبعا النقاش في الفاصل اثبت لي انه الجميع مقتنع بدور الاب، مش عارف يعني الاب هيعمل ايه ولا ايه يا دكتور محمد؟ لانه اصل الام دورها فطري وحتمي وبتقوم بيه من غير ما حد يقول لها. الاب بقى مش كده، الاب دوره برضو بيبقى فيه جزء اختياري شويه، ممكن يقعد ويشارك، وممكن يقول لك انا كفايه عليا الشقه بتاع الشغل والحياه بره. فعشان كده لقوا انه في مشاكل كتير قوي. طب ليه بقى ان الام بتدي الحب غير المشروط، وبتدي القاعده الوجدانيه اللي بتطمن الانسان على وجوده وعلى نفسه وعلى امانه؟ طيب الاب بيعمل ايه بقى؟ الاب بيدي خريطه الحياه، بيدي نموذج للحياه، بيدي نموذج للرجل اللي بيعافر في الدنيا وبيعمل حاجات كتير. لو الطفل ما شافش هذا النموذج وتفاعل معاه، وحتى بيقول لك الاب البارز او الاب الحاضر، الاب اللي موجود ومتحقق وبيدي صورة جيدة للحياة ازاي تكون، بيشوف ابوه هو بيحل المشاكل. بس في حاجة تانية مهمة، لانه برضو ساعات يبقى في اسر يقول لك الاسرة المتمركزة حول الاب، يعني الاب بيقول لهم ايه، انا هعمل لكم كل حاجة، انتوا بس ولا يهمكم، انا يعني اطمنوا، طول ما انا عايش اطمن. ده برضو نموذج للاب بيرسخ لاعتمادية الولاد، انه هما مطمنين بابا هوت، وبابا بقى هيعمل لنا كل حاجة وحلنا كل المشاكل. ده برضو نموذج صعب جدا. لا طيب. رغم انه الاب بيعطي ويمنح ويحمي ويعمل حاجة دي كلها، الا انه لا يجب التمركز على الاب، لا يجب التمركز حواليه
وترسيخ الاعتمادية عند بقية الولاد. طيب دكتورة في سريعا في نقاط عايزين نقول روشتة علاج للمزاج النفسي للمصريين، واحد اتنين تلاتة. المصريين بقى هنتحدث عن الأب والأم، يعني عن الرجل والمرأة المصرية، روشتة هدوء نفسي كده ماذا نفعل؟ لازم يقعدوا يتكلموا مع بعض. الحوار يولد الأفكار. يعني ما نبقاش اللي هي الخرس الزوجي ده، انا يعني مرفوض تماما، هو سبب كل المشكلات. فلازم يتكلم مع بعض الزوج والزوجه والاب مع الاولاد، ادي اتنين. لازم الاب يبقى هو القائد والقدوه للعيله. يعني لما بيصلي احنا بنصلي، لما بيبقى مثلا بيشرب خمور احنا بنشرب خمور، فلازم هو يلتزم ان يكون القائد والقدوه والنموذج البشري زي ما قال بندورة. فلازم هو يحط معايير للبيت، يعني بعد الساعه 12 مثلا ما حدش ينزل، بعد كذا كذا، يعني بيبقى فيه معايير يحل المشاكل، ولكن يعود الولاد على المسؤولية. يستمع لزوجته، يستمع لأولاده، يعرف أصدقاء ولاده. أنا ما قلتش يراقبهم، لكن يلاحظهم، بحيث أن لا ابني يلجأ للإدمان ولا للتطرف ولا كذا، يبقى عارف اللي بيدور حواليه. كمان يشاركهم في موضوع أنا مرتبي كذا، أقدر أعمل لكم كذا، السنة دي هنقدر نصيف، السنة دي مش هنقدر نسافر، وهكذا. أنا ممكن أعوضكم بسفرية قريبة جدا. الحوار يعني. الحوار. تمام. لا، والمشاركة. والمشاركة. ويوزع الأدوار، أنت انزل أعمل كذا، أنت انزل أعمل كذا. طيب، أنا عايز روشتة يا دكتور جمال أخفف اللود النفسي، يعني أنا عايز يبقى عنده القدرة النفسية أو عندها القدرة النفسية على إنها تقوم بالأدوار اللي الدكتورة عزة قالت عليها. بص يا فندم، أنا هتكلم في جزئيتين. في عندنا هرم احتياجات. هرم الاحتياجات القاعدة الأساسية بتاعته بتاع ماسلو، قال لك الناس محتاج إيه؟ تاكل، تشرب، تنام، تلبس، عاطفة. أول أربعة دول بالفلوس، خمس واحدة مش محتاجة فلوس. صحيح. ودي الأهم، إن لما أنت دايماً بتدور على اللي أنت ناقصك. أنت لما بيكون ناقصك الفلوس بتقعد تسعى وبتبقى ناسي إن في حاجة أهم. لما بتجيب الفلوس بتقعد تدور على العاطفة فتلاقي الهرم كله انهار. فدي انا عشان العاطفه دي، عشان عايز العاطفه تسبق، العاطفه لازم تبقى موجوده، ان كل حاجه بتتدمر لما العاطفه بتفقد. احنا بنشوف ناس بتدمر بيوتها، بتدمر مستقبلها كله بسبب نقص العاطفي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه السعاده اراده. السعاده اراده، بتختلف من واحد لواحد. دكتور محمد اللي يسعده غير الدكتور عزه، غير سعادتك، غير انا، غير فلان، غير علان. ليه؟ السعاده مختلفه. في واحد سعادته في اكله، سعادته في مكان هادي، في ساعته في مكان مفتوح، بحر، في نهر ماشي، في حتة خضرة، في شجرة، في لون فاتح. دوروا على الألوان الفاتحة، ما تطفوش النور وتقعدوا، ما تقعدوش تدوروا على النكد. أنا أكون عايز سعيد، أتفرج على فيلم ممكن يسعدني، أتفرج على مسلسل ممكن يسعدني، أكل أكلة بسيطة رخيصة وممكن تسعدني، ممكن أروح أكلم ناس أنا بحب أتكلم معاها أبقى سعيد، أبعد عن الناس التوكسيك، وما أكونش توكسيك على نفسي. بالمناسبة النقطة دي، توكسيك على نفسي، معلش عايزين نفهم الناس يعني ايه توكسيك، لان دي برضو طلعت في شخصيه سامه مع نفسها دايما، سامه مع نفسها، مع نفسها دايما، ناقد لنفسه في كل شيء، انت وحش، انت سيء، انت انت انت، او بسمم مع اللي حواليا. يعني ده نبعد عنه، ده نبعد. ده في واحد، انا اسف يعني، زي دايما اقول لهم ايه، انت لما تفتح السوشيال ميديا في ناس على طول تنزل كلام نقد البلد وبتاع، والناس دي اوريدي مش موجودين في مصر. يعني ما انا اعرفهم شخصيا، دول قاعدين في الخليج. انتوا بتنقدوا ايه واحنا اللي عايشين مش شايفين الكلام ده؟ انا لما انقد حاجه انا عايشها، انا مش شايفها بعناية. ما كلنا في نقد وفي مشاكل، بس في حاجات كويسه لازم ابص للكويس عشان اخفف عن نفسي الوحش. لما اروح اشوف منظر مبنى حلو ولا مكان شيء كده، الله، كان نفسي المكان ده يكون عندي وهو موجود. لما اشوف مثلا، انا اسف، منظر نهر كده واقعد قدامه واشم، ده رخيص اعتقد، لما تقعد قدام البحر ببلاش، تقعد قدام نهر النيل ببلاش، قدام ترعى ببلاش، حاجات دي اقعد مع ولادي قعده حلوه، اقعد قاعده مع اصحابي نتكلم في كلام حلو، بعيد عن المخدرات، وبعيد عن الكلام في السياسه، وبعيد عن الكلام في الاقتصاد والدولار، كل الحاجات دي بتسعدني. لكن اللي يكئبني اكتر ايه؟ اقعد اتكلم اصلي 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 اصلي، وانا اسف يعني، هو انا هحل؟ انا في الاخر بطلع ضغط عالي، سكر عالي، معدتي قفشت، القولون شد، من ايه؟ ده تقريبا نص المصري يا اخوانا. وما بنامش، ما بعرفش. حافظوا على نفسكم، صح، حافظوا على نفسكم، ما تضغطوش على نفسكم، الحياه هتمشي. النهارده هناكل هنشرب، ما حدش بيموت من الجوع، هناكل وهنشرب وهنمشي، بس ان شاء الله رب العالمين نفكر. لو واحد عنده المعيه فكريه في حاجه ممكن تساعد، زي ما الدكتور محمد بيه قال لك،
في ناس ممكن تطلع افكار تشارك بصوره ايجابيه. طيب طيب ننجح. لو حضرتك في كتابك قلت الاب ثم الاب، بتشوف ازاي الزوجه بقى، يعني النصيحه اللي بتقدمها للزوجه تجاه زوجها؟ الزوجه او المراه هي الوتد بتاع البيت، الوتد، وده الكاتب العظيم خيري شلبي، دليل القوه يعني. خيري شلبي لما كتب روايه الوتد واتعملت مسلسل بيبين قد ايه المراه دي هي في عمود الخيمه. هي دي الحاجه اللي فعلا بتضم كل افراد الاسره وبتضمهم وجدانيا بالعاطفه اللي الدكتور جمال اشار اليها، دي اللحمه بتاعت الاسره كلها. فلو الام عندها هذه الصفه فبتعمل ده. والامهات بتوع زمان كانت تقول لك ايه؟ تقول لك يا ابني ما تزعلش، ان شاء الله بكره ربنا يفرجها، ولد مضطرب منحرف شاطر ان شاء الله بكره ربنا يهديه يبقى كويس. عندها هذه الروح. ليه بقى؟ لانه ربنا خلق الحياه فيها ملطفات ومنغصات. يمكن دي اجابه على سؤال حضرتك، ازاي ان احنا في وسط ظروف صعبه ونقدر نبقى عايشين اسوياء نفسيه؟ انه كتير قوي قوي الناس تنظر الى المنغصات وينسى الملطفات. نعم. انا هضرب بس مثل من غزه، لانه غزه يعني واخده انتباهنا كلنا الايام دي وبتعلمنا الحقيقه غزه دروس كتير. وهم في هذا الكرب والناس اللي بتستشهد وبتموت والدمار والحاجات دي كلها، لما اثناء الهدنه طلعوا على البحر الاسر والاطفال وقاعدين نفس النصيحه اللي حضرتك البحر في حوش مدرسه اللي هم متجمعين فيها. عملوا فريق كوره ولعبوا كوره، اتجمعوا الاطفال يعني حاول تدور على الجانب الايجابي او حاول تدور على حاجه حلوه في حتى لو من الظروف اللي هم فيها. لا طبعا، لكن ده بيدعم الصمود النفسي وبيدعم المناعه النفسيه. وده في اصعب يعني مفيش ظروف اعتقد في حياه اي بشر زي اللي هم فيها، ومع ذلك هم صامدين ليه المده دي كلها؟ عندهم هذه العوامل من الصمود. حتى اللي بيموت، يعني النهارده بفتح في اليوتيوب لقيت واحده بتزغرط عشان زوجها استشهد، فحتى الفقد له معنى تاني عنده. وربنا زي ما بيدي الابتلاء بيدي الفرج. وعي بالمشكله. ما بص يا فندم، ايوه وعي بالمشكله. حتى الاطفال النهارده لو ماشي واتخبطت في ايدك واتعورت، بس انت قدامك طريق، بتقول لا انا عايز اوصل. بعد ما بتوصل للمكان تقول الله ده انا متعور، بتحس بالقلق. ليه؟ ان في هدف، في وعي. عشان كده دايما بقول دائما معركه الوعي هي الاساس. كل لما الشعب يبقى فيه وعي وناس فاهمه ووعي للي بيحصل حوالينا وفاهمين، وبعدين في الاخر عايزين نوصل لنقطه اهم، احنا كلنا بوتقة واحده. النجاح لنا كلنا والفشل علينا كلنا. وعايزين نوصل في حاجه ان احنا في الاخر اللي يهمنا اسم ايه؟ بلدنا. صحيح. دكتوره سريع، عايز اقول المصريين بيعرفوا برضو يعني يروقوا على نفسهم زي ما بيقولوا كده بالبلدي، يعني برضو المصريين بيعرفوا يفرحوا. يعني شوف الاعياد اللي جايه 7 يناير، وشوف قبل كده العيد ورمضان، يعني احنا بابسط الاشياء بنعرف نفرح. فانا مش خايفه على المصريين، يعني المصري شعب يستطيع التكيف مع الظروف بصراحه وطول الوقت. وحتى العلماء في علم الاجتماع والسياسه بيقول لك ان شعب غير لغته مرتين وغير ديانته مرتين. يعني حضرتك احنا من ايام الفراعنه كنا فراعنه بنتكلم هيروغليفيه، وبعدين بقينا نتكلم القبطيه والديانه بقت مسيحيه، وبعدين دخل العرب فبقينا نتكلم عربي. يعني حضرتك ده كلام العلماء، كلام متفائله يا دكتور. فانا يعني انا بقول ايه؟ ربنا موجود. تفائلوا بالخير تجدوه، ده من الكلمات الحلوه. ربنا موجود. والمصريين انا واثقه فيهم. هو شعب صبور وشعب طيب وشعب متكيف، ولكن بلاش نضغط عليه زياده. صحيح. بس تفائلوا بالخير تجدوه دكتور محمد. ويعني انا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بحضراتكم جميعا، ولازم يبقى لنا حلقات ثانيه عشان نقدر نحاول نساعد المصريين في تخطي هذه الأزمات. والحوار بيبقى لطيف أنه بيصل للأب والأم والأطفال، ونخلي المشاركة والوعي هي اللي تسود جو الأسرة وتسود جو الدولة كمان بالمرة. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. تفائلوا. دكاترة المتخصصين بيقول لحضرتك مهما كانت المصايب، مهما كان وجع الدماغ، أكيد في نور. خلي عندك أي نوع من أنواع الأمل في أي طاقة إيجابية. كل ما يعني تحاول تخلق هذه الطاقة الإيجابية جواك، هتقدر أن أنت تتغلب على المشاكل اللي أنت بتواجهها. بشكركم شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من كل يوم. خليكم معنا.